ما المقصود بالجهاد في آية براءة؟ هل هو جهاد الطلب أم جهاد الدفع؟ أي آية؟ نعم. قل إن كان آباؤكم. هذا ما هو جهاد، هذا تقديم هذه المحاب على ما يحبه الله عز وجل. هذه يحبها الإنسان ولا يلام أنه يحبها، لكن إذا قدمها على محبة الله فإنه يلام. نعم.